يشير عاملون على خط الاستحقاق الرئاسي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا بعيدا من الآلام في محاولة لإرساء تسوية متكاملة تنهي الشغور. علم أن حزب الله طلب مواعيد من عدد من النواب المستقلين في سياق مسعيه لحشد أكبر عدد أصوات للنائب السابق سليمان فرنجي. يقول محبذون لوصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة إنهم سمعوا من أكثر من نائب استعداده للتصويت له في حال تبين أنه قادر على الفوز وإنهاء الشغور.